مالكي كنتي كتبكي؟ السلام عليكم اخوتي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا مزيان؟ بغيت نصور لكم امينه كدير الماكياج، ولكن نط عندنا الروينه انتوا باش تعرفوا عينها كانت كتبكي حمرين. ضربها با ما ضربنيش الصمطه. انا اللي شديته عليك. والله ما ضربنيش. وانا اللي شديته عليك. وشكون اللي ضربك بالصنداله؟ انتيا ناري يا البنات وحق الله. ما تبقاش تهضري معايا يا مليار. ناري كون شدك يا امينه. الرجب ها هو سمعوك البنات كينقر، ما خلاهمش يمشيو للفيستيفال، قال لهم الا ما تمشيوش غنصدق انا غدا معاهم. امينه شي كلمه في حقي. سير بعدي مني، انا جبرت الثقه راه ديالك كتجبد الصداع. وا فاش جبت لك الصداع تقليد عليك؟ اه هايا صوري راسك. ابا قالت لك انا جبت لهم الصداع. قلت لهم ماشي انا ابا، ياك انت اللي ما خليتهمش يمشيو. انا اللي ما خليتهم. ماشي ما خلانيش نمشي، هو تينك على الهضره القرايه. انا تشوفني تندفع للمدارس وربي ما كيسهلش. والله اللي ما خرجتش ما بغيتش نمشي. يوتيوب انا عندي شي يوتيوب، انا ما عندي والو. هما تيحكوني تشوفني كندفع للمدارس، تشوفني تنمشي تنجري تنطبع هنا تنطبع هنا، وربي ما كيسهلش. ندابز مع سيدي ربي ما يمكنش ندابز معاه. صافي با انا غنمشي معاهم كون هاني. هما تيحكوا بحال كاريا عندهم. بابا باغيهم يقراو. انا دفعت دابا هو تيشوفني انا غدا نهار اثنين نخلص، وهو هو ما درتي والو. يلا وانا عارفني نهار اثنين غدا نخلص. مشيت كاع لي زيت الوراق، مشيت كاع لي زيت الباك، مشيت خاصني شهاده طبيه وخاصني نمشي نخلص هادشي اللي خاصني ندير. صافي ما تبكيش، مسحيها فيا انا. قولي ولا انتي سبب المشاكل؟ بعدي من الناس حتى ذوبتي لي هادشي. ايوا صافي صافي صبري صبري امينه، وري البنات الماكياج اللي غديري. الماكياج ديال لبكه كيصدق احسن ماكياج في العالم. هانتوما خوتي. ها هي ايمان. اجا ايمان جلسي حدا اختك. صبري صبري. ايمان كان غادي يعطيك. شوف الجلسه وساكته كيسحبوا لا صافي انت راه عاجبك الجلسه في الدار. ايمان فرحات عليا غدا فرحان حيت غدا نقرا. شوفوا البنات ايمان كان غيخلط با وانا اللي فكيتها. ايمان اجي عاود لنا على التجربه ديالك. سمعي سمعي كي ينقر. كان باغي انا قلت كنفك شي باغي يضربني ما فهمتش والو. ولكن شكون اللي شديته ما فهمتش ما عرفتش ماما ما كدات ليش هي من اللور ما بغا. ودابا هو بقوه داك الحرمي ما بغيناش نطلقوه بدا كيغو. هادي فيها الرده عند الهضره. قلت صافي دابا غيطيح تخلعت عليا صافي دابا غيطيح. وانا شنو بقيت كندير الامينه؟ والله وي موت والله وي موت. ما ردتش عليا الهضره، قلت لي انا راه دافعه المدرسه شنو بغيتي دابا شنو اخوتي؟ دابا هي ردت عليا الهضره وهادي كتقول لها انت باغا تصوتي، هو يسمع داك باغا تصوتي هو ينوض. حرام كتجدي الصداعه بعدين من وامينه نحرم على امك الخرجه ولا تنحرم عليك؟ زعما انا غدا لا اليوم النهار الاخر في السيفال قالك بغاو يمشيو وغادي الناس للحومه وغادي كلشي وغادا تعيمات حيت بقى لي غير اليوم يمشي. انا ملي بقيت كنفني ما خليتش با يضربها. شكون اللي ضرب امينه؟ فاطمه. شتي بقيت مقوط الاعصاب بقيت كنشير عليها بالصنادل. اه وصحابك شديتي فين شديتي؟ سكتي تكسر عماد وامي وماما اللور تما شدوها. ولا انا ولا انا وانا بغيت نفك راسك باغي يخلط لي حتى انا. ولا انا ما فكيتش امينه ما قلتش لي سير طلقوا منه خليه يمشي يعطيها العصاب. تطلقوا منه كنت معايا قلت له تلقطقوا منه وانا شاداه بحال هكا انا نلعبك هو بان شديته بحال هكا انا نلعبك بغي يضربني تقول لي دي هرب هرب هرب. قلت له تلقوا منه خليه يحمر لما هذاك الراس وتلقات وغادا. حرام عليك اصاحبتي حنا فاش كنتي كتاكل عصا كنا كنحمر. نعرف الله وعليك برا عنده اصاحبتي غير مع نيشان. صراحه امينه الماكياج ديال البكا شحال زوين. سير فاطمه الزهره بعدي مني عافاك. قولي البنات شاركي معنا الماكياج. ما تشاركوا عندي انايا علاش كتشاركي؟ شكون نتيا؟ انا اختك. انا باينه اختي. طلقه سيسي خلي سيري بركه مسم انت راه مسمومه. بغيتو يربيك امينه. ربيني مالي ما مربياش هو تيقول لك المدرسه وانا دافع على المدرسه شنو بغاني ندير؟ داكشي اللي في بالو ما بغيتش نديرو انايا وما غنديروش. ما مرتاحاش فيك. ما نقراش شي حاجه اللي بزز مني انا ولي عارفه راسي ما غنزططش فيها راسي ما بغيتش. خاطري ما تشدينيش انا نهار عرفت راسي ما نقدرش على داكشي رجعت للور صافي غندير داكشي اللي كنرتاح فيه انا. دابا ما بغا تقرا واحد الشعبه وهي بغات تقرا واحد الشعبه. وداك الشعبه اللي تقرا هي هي تنقرا حتى انا.
ايمان غمقيده ها يا ايمان غمقيده راه غمقيده خوتي وغادا اللي دار شي حاجه كنمشي معاه شكون هذا شوفوا امينه المال ماتيريال ديال امينه الماكياج ديال امينه منين جاك هذا الماكياج امينه لقيتيه قسمي معايا امينه شوفي دري جربي ليا لي لونتي شحال عندك من لي لونتي سيري هادي السبب اللي كانت غادي تاكل بها العصا امي مال هادي تتصور فيا هكا يلا ما قلت انا المدرسه لا صافي هذيك اللي في بالك اقسم بالله واخا الطابق السما مع الارض والله ما قرا ولا قريتها صافي انا خاطري هرب من داك الشيء صافي خليها تقرا من اللي بغات ما قلت انا نقرا ولا جلسي هادي ولات تقول لي جلسي سيري تزوجي ما فهمتش انا هادو كيفاش كيفاش تجلس في الدار ها الدار بغات تخدم الله يعاونها بغات تقرا الله يعاونها صغري فيدي انا كنقول الحب كل واحد كيعرف فيدي امي ما فكيناهاش من با هاد الليله شكون انت اللي فكيتيني ما هادي بدات تقول لي طلقها مشي سامعي قالت لك وراها تقاتلت مع ليه قالت لك ما فكيتهاش عماد كان غيضرب عماد وغيضربها هي بصح ويلا ضربني انا شوف يدي كيقمشني وعاد انا وانت كنقول لك كنتي كتردي الهضره قلت لي انا دفعت للمدرسه هو ما عجبوش الحال فاش نقول لي دفعت انا للمدرسه قلنا لكم سافرتوا خرجتوا انت قلتي واش مشينا لفين قالت لك واش مشينا ل امريكا نقول لكم قراو دخلوا سوق راسكم امي خايفه عليهم ما ترافقوش مع البنات سيوهم قراو اللي شريتوه خليو بينهم بين راسكم تكسيتو خليو هذاك الشيء بينكم وبين راسكم وما تيقوش وما قراو سيروا لقرايتكم هذا اللي درتوه سكتو شنو تنصح امي البنات قد بناتك انا كنصح البنات كامل شنو تقولي لهم؟ في قلبهم الرحمه واللي بغى شي خدمه واللي بغى شي قرايه الله يجعل ربي يسهل عليه يسدوا فمهم راه تكون كتضحك معاك وكتاكل معاك وكتقعد في دارك وكتاكل وتشرب وهي راه كتحكم ماما كتكبر لك علاش عملنا هذاك الوسخ؟ هذاك الشيء ديال الموسخ كمل اموي هادشي اللي كنقول لا لبناتي لا بنات الناس صراحه ما بقاتش الثقه البنات والله انتم شفتوا صاحبه كتقتل صاحبتها صاحبتها كتقنيها لشي واحد الله يستر هادشي ولا بزاف 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 تفاديا لمشاكل بنادم مش احتقار وانا ما نكذبش عليكم دازوا عندنا بزاف تجارب خايبين في حياتنا دخلنا ناس هضرنا مع ناس تقنا في ناس جلسنا في طبله وحده نعسنا في فراش واحد ولكن واعي متى ولابس ولكن البنات شنقول لكم ما كايناش الثقه ان فوا كتخرج من عندك من الدار اول حاجه كتبدا لك بها طق 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 تتقول فيك هذاك الشيء اللي ما كاينش واللي كاين والسجل كاين كاميرا كاينه وانت كتحكي ولا كتهضري ويا راه طالقه كتسجل فيك وكتسجل لا هضرتك لا دابا ما بقاش بقات الثقه البنات قلنا جنابك كيتقرقبوا موراك كتخافي لا البنات كون كنا كنتبعوا الوالده اقسم بالله ما نوقعوا في بزاف ديال الحوايج انتم انا ما دايره صحابات ما كنعطي حوايجي الحب ما كنجيب ديال الحب ما كنسلف من عند حد ما كيعطيني حد ما كنعطي الحب مش هاد الثقاره حط ثقار حتى شي واحد ما كيقيسني ولا كنقيسو البنات نقول لكم واحد الحاجه الشيء المهم هذاك النوع اللي ماشي داك النوع تدخل عند جارتها تبقى مجمعه معاه من غير لا كانت شي فرح ولا شي قرح كتمشي امي كطيح وكتنوض بحال شي حاجه كتمشي تجمع ولا تمشي هكا ولا شي حد ولا ندخل على شي جاره هي جارتي والله مسكينه ما كنشوفها ما كتشوفها سنين ومين حتى كنتلاقاو في السطح كنشرو ولا شي حاجه ولا في البيت والله العظيم ما كاينه الثقه اللي بغى يسد فمو وما يدير لا صحاب لا صحابات لا حتى حاجه ما عنديش صحابات قسم بالله العظيم يا تاعي عيش في الهنا لهنا 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 الفم مسدود ما كتدخلوا دبانه نجيكم الصراحه الفم المسدود ما تدخل ليه تدبانه ديك الصراحه هي انا ثقه 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 من النهار اللي جابني قدها تزوج بيا قدها 16 عام ولا 17 عام قد ايمان صغيره كبيره فاتي راه 18 من 16 جيت صغير خيار جيت صغيره والله ما درتش في جيران ولا كندخل عند شي جيران ولا نطلب من عندهم ولا شي حاجه ساده بابي يعني باقيه هي كون مو درتي الجيران وصحاباتك كون ما طلقتي شحال هذيك
ما دايره حتى حاجه. فين هو ديال جيراني كلهم عزازين كنتلاقاو برا. شوفي تما غلتو ليا. يلا امي ختمي معاهم الفيديو. كنتلاقاو برا السلام السلام كنعرس كنتلاقاو كنصبعو كنتلاقاو كنموت كنتلاقاو صافي. والثقه. يلا ختمي معاهم الفيديو الوالده. السلام عليكم والمتبعين. وسمحوا لنا عاد شتي قالت لي امي ما تلوحيش. وسمحوا لينا. والله حتى قالت لي ما تلوحيش. حنا كننصحوها وكنقولوا لها الطريق اللي غادي تدي وراها غادي تربح. شكون اللي كيبغي لولادو شي حاجه ديال الضروره؟ كنبغيو لهم غير الخير، كنبغيوهم يكونوا فواحد المرتبه كبيره. كنبغيو هاد الناس حرك بناتنا. كنشوف لي كندير جهدي ولكن هما واخا كيشوفوك كي تيحبوا. بارك عليك من الناس، بارك عليك من التليفون. ودابا ها هي بارك عليك من النعاس. واش سيدي فاطمه تقليد عليك شنو درت اخر مره؟ تليفونات معنا الشمال. شوف التليفونات. شوف التليفونات ما يخليو حد يخلي. ايمان وجدي راسك راه عيال قطعوا التليفون وتحبسوا عليهم. قال لك باش تحيي شهر 9 غنمشيو لطنجه. شهر 9 غنمشيو عندي مدراسي زعما غنمشي انا عندي مدراسي اللي غتقرا فيها امنه اللي غنقرا فيها. انت ما تقرايش فيها سيري تدي الباك ديالك بقاي تابعاني انا. لا 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 انا بغيت نقرا فيك المدرسه. يقول انت فيها مشيت انا معاك. تقرا فيك المدرسه تقدري تخلصي جوج مخالص وتقدري. ايوا لا كانت عاح دراكم اللي بغى الواحد يقرا يدير مجهود بنادم يعطي. انت خلصنا جوج مدرسه. يا الله لينا جوج مدرسات. المدرسه اللي كانت جيت اوتيس دولير اخرى لا تجي جيت البحر يقولوا لي هذيك اوتيس دولير ما بغيتش ندير. هذيك سمعت حسان تما مدرسه. سمعت حسان خلصنا 12000 ريال. فين عمرنا انا قريت في الصومعات حسان؟ فين كاين اللي عارفه ما عارفه شي كتهيت. انا ما عارفه عمرني في حياتي انا اصلا وصلت الصومعات حسان. هي ما هي خلصتي 12 ولكن ما عرفتش مسكينه فين. المدرسه ديال 12 خايب المره قريتي فيها؟ قريتي فيها؟ المدرسه ديال 12000 ريال قريتي فيها؟ قريتي فيها؟ قريت فيها. والمدرسه اللي هنا فيها اكدال ب 50 اكدال ياك في اكدال. وهي ما عرفتش يا صاحبتي. خلصتها في المدرسه الاولى 600 درهم والمدرسه الثانيه 2500 درهم. وين اللغات؟ فامكاني دابا نكمل خاصه كلنا 3 شهور تبقى تخلص. ايما امينه قلنا شي حاجه بالفرنسي اللغه. سير فاطمه سيري تتحكي. هضري بالانجلي هضري. قولي هضري اللونجلي. هضري. صاحبك اللونجلي. عماد. عماد هضر معايا شي حاجه باللونجلي تجاوبك. وات تايم از ات؟ شحال الساعة هذا؟ هو هادشي اللي قرينا هو هادشي اللي قلنا شي حاجة خويا شي عطيني مازوطي. وات اي بلانز فور توداي؟ شنو درتي اليوم؟ لا ولا شنو فين مشيتي اليوم؟ لا شنو هي؟ شنو بغدير اليوم؟ وراه هي هذيك راه قالتها تقريبا هي. عاودها شي حاجة أخرى؟ مصطفى فاطمة والله ما نجاوب راه هادشي اللي قلنا. هضر معايا هضر معايا أنا عماد. كنتي غضربك لا قول قول شي حاجه شي حاجه. يلا حافظ جوج كلمات. وات تايم از اي اسينات اين اتي. شوف الدول اللي شرينا. شوف الدول اللي شرينا غالي. كيف قراوك؟ شنو سميتك؟ شنو كنيتك؟ باقي عامر. يلا انا البيكيني وان. يلا انا في البيت الاول كنت كنقرا. يلا بيكيني وان. هاك البيني هاك البيني سخونه. فقتو بكري قرايتكم والله لا درتو حاجه. البنات حنا ان شاء الله هذا الموضوع هذا ديال القرايه غادي نهضروا فيه غادي نديروا معكم فيديو وغادي نشوفوا ايمان وامينه شنو غيديروا غنحطوا هذاك الشيء فوق الطبله وفلوس فوق الطبله. هنا غنقول لكم بسلامة وغنشاركوا معكم المتبعين. هنا غنقول لكم بسلامة عليكم تلقاو فيديو جديد ونهار جديد مع سلامة. باي باي.